ومعنا مشاهدينا الكرام عبر الأقمار الصناعية من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي السيد شاهو القرداغي. مرحبا بك سيد شاهو. كيف يستقيم تصريح العبادي عن منع استخدام القوة وإطلاق النار على المتظاهرين بينما وصل عدد القتلى حتى الآن إلى 11 متظاهرا وفضلا عن إصابة نحو 250 آخرين؟ تحياتي لكم. في الحقيقة مع الأسبوع الأول للاحتجاجات العراقية نرى هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى بيد السلطات الأمنية وأيضا بيد تحت يد الميليشيات المسلحة. قبل ما يقارب السبعة أشهر عندما حصل مظاهرات شعبية في إقليم كردستان العراق، حيدر العبادي نصح القادة الإقليم بعدم قتل المتظاهرين والدفاع عنهم، ولكنه اليوم توجه للقتال وقتل المتظاهرين لقمع أصواتهم. طبعا في بدايات المظاهرات لم يكن هناك تصعيد من قبل الحكومة العراقية، ولكن عندما رأت أن الوسائل والإغراءات التي قدمتها وطرح الفرص العمل ولكنها لم تنفع في إخماد المظاهرات، توجه إلى الحل القمعي وهي قمع المظاهرات. واليوم نرى أن حتى الميليشيات التي ادعت أنها تأسست لحماية المواطنين العراقيين هي أيضا فتحت النار على المواطنين، وهي أيضا تقوم بحماية المقرات ومراكز هذه الميليشيات والأحزاب الفاسدة في المدن وتقتل أيضا المواطنين. طبعا ما يدل على هذه العقلية القمعية والأمنية لدى الحكومة العراقية والتي لم تتغير بتغيير رئيس الوزراء، اليوم هناك انتقال من مجموعات كبيرة من الجنود والشرطة من مناطق قطوس خرماتو وأيضا من مناطق كركوك إلى المناطق التي فيها مظاهرات شعبية، وبالتالي لا يوجد عقلية متفاهمة للتفاهم مع الوضع لإصلاحات جذرية في الحكومة، بل يوجد عقلية أمنية ومن لديه استعداد لنقل كل الجيوش وكل القوات الأمنية إلى هذه المناطق لقمع الاحتجاجات الموجودة فيها. طيب استخدام القوة وقتل المتظاهرين هل سيخمد هذه التظاهرات الشعبية الغاضبة بحسب العبادي وحكومته؟ طبعا بلا شك أن هذه الممارسات من الممكن أن الغرض منها هو تحقيق سببين. السبب الأول أو الغرض الأول من هذه الإجراءات هو القمع وقمع المظاهرات وعدم السماح لها بالانتشار في المحافظات الثانية. السبب الآخر أو الغرض الآخر من هذا القمع الذي يقوم به الحكومة العراقية هو توجيه المتظاهرين إلى القمع، بالتالي يبرر للسلطة الأمنية ارتكاب الجرائم والموبقات بحق المتظاهرين. الآن هناك مظاهرات سلمية، الحكومة هي التي تريد أن يتوجه المتظاهرون إلى ارتكاب العنف حتى تبرر لنفسها الأداة القمعية والتي هي الوسيلة الأبرز لأغلب الأنظمة الدكتاتورية أو الأنظمة القمعية. وبالتالي الآن الحكومة العراقية تتمنى أن يتوجه المتظاهرون إلى أعمال عنف، إلى أعمال فوضى حتى تبرر لنفسها التعامل القاسي والتعامل الأمني القمعي مع المتظاهرين، وهذا الأمر هو ما يبرر التعامل الأمني والتعامل القمعي وفتح اليد أمام السلطات الأمنية وأيضا قواتها وأيضا الجيش وأيضا القوات الميليشيات الموجودة لمواجهة المتظاهرين بكل قوة واستخدام الرصاص الحي وسقوط هذا العدد الكبير من القتلى والجرحى إلى الآن. تحدث العبادي عن من وصفهم بأطراف الجريمة المنظمة الساعية إلى إرجاع العراق إلى الفوضى العارمة، ماذا كان يقصد العبادي بأطراف الجريمة المنظمة؟ بلا شك أن لا ندري ما هذه العبارات المبهومة أو العبارات الغامضة التي يستخدمونها حتى القيادي في حزب الدعوة الخزاعي، نفس الأمر يقول أي هجوم على مقرات حزب الدعوة هي أيادي بعثية داعشية وسنقتص منها. بأي صفة سيقتص منها؟ طبعا هو العبادي أيضا من نفس المدرسة، مدرسة حزب الدعوة، وإلى الآن منتمي إليها، وبالتالي يريدون اتهام كل حراك، كل من لا يقبل بهم، اتهام البعثية والداعشية وأيادي خارجية حتى يبرروا لأنفسهم القضاء على هذه المطالب. نحن نرى أن هذه الحراك الذي خرج اليوم خرج من معاقلهم كما يعتبرونها، وبالتالي هذه المناطق التي تؤيد هذا الحكم وكانت تقبل بالحكم الجعفري كما يطالبون، ولكنهم اليوم خرجوا واليوم معارضون لهذا الحكم، لهذا الحكم الذي فشل في إدارة البلاد وتوفير الخدمات، وبالتالي هناك نقص في هذه الإدارة، وللتغطية عليها وللتبرير على جرائمها يتم تعليق كل حراك جماهيري أو كل معارضة
بمؤامرة خارجية أو بعثية أو محاولة داعشية وإرهابية حتى يتم تبرير قمعها مستقبلا. طيب العبادي تحدث أيضا سيد شاهو عن قضية الإرهاب المتربص بالعراق والذي يحاول استغلال هذه التظاهرات، هل يعتقد العبادي أن فزاعة الإرهاب ما زالت تخيف الناس في العراق؟ بلا شك أن هذه رسالة داخلية أولا ورسالة خارجية ثانيا. رسالة داخلية أولا لتخويف المتظاهرين حتى لا يتفاعلوا، أو الصامتين حتى لا يتفاعلوا مع هذه المظاهرات، ورسالة خارجية أيضا بأن هناك إمكانية عودة الإرهاب مجددا عن طريق مدسوسين أو عن طريق عناصر داخل هذه المظاهرات. وإلى الآن نرى صمت دولي تجاه المظاهرات الموجودة. نحن نرى في بلدان مثل الصومال أو تنزانيا يحدث حدث بسيط يكون هناك تركيز عالمي كبير عليه، ولكن إلى الآن هناك صمت عالمي من قبل وسائل النامية من قبل الحكومات الدولية على هذه التظاهرات. وبالتالي العبادي يريد استغلال هذا الأمر لتشويه الحراك الموجود أيضا، ووصمه بأنه قد يكون بابا لعودة الإرهاب من جديد، وهي رسالة للتحالف الدولي بأننا حاربنا الإرهاب معا، وأريد دعما كاملا أيضا للقضاء على هذا الحراك الذي من الممكن أن يؤدي إلى عودة الإرهاب مجددا في العراق. تخويف وتحذير العبادي قواته الأمنية إذا لم تنفذ الأوامر، هل يهيئ العبادي بذلك الظروف لقمع أكثر للمتظاهرين؟ بلا شك أن العبادي من أول لحظة من المظاهرات ربطها بين عناصر مندسة وعناصر تحاول تخريب ممتلكات الدولة، وأيضا خرج هذا التصريحات أيضا من كتلة الفتح البرلمانية وأيضا من باقي القيادات الميليشياوية أن المتظاهرين بينهم عناصر مندسة تريد تخريب مؤسسات الدولة، وبالتالي على العناصر الأمنية، على القوات الأمنية أن تكون تفتح يدها وتطلق الرصاص الحي وحتى في سبيل حماية مؤسسات الدولة. ولكن هذه الإدعاءات التي يدعيها العبادي وحكومته إدعاءات باطلة، لأننا رأينا مظاهرات سلمية وتطالب بمطالب حقيقية هي الماء والكهرباء والخدمات، ولكن العبادي يريد إعطاء رسالة للقوات الأمنية بأن هذه مؤامرة على العراق ومؤامرة جديدة وقد يكون هناك الإرهاب وراءها، وبالتالي يدفع العناصر الأمنية للتعامل بقوة مع هذه الاحتجاجات وعدم السماح للمواطنين بالخروج إلى الميادين أو الاقتراب من مؤسسات الدولة، رغم أن أغلب المواطنين الذين خرجوا أحرقوا المقرات الحزبية للأحزاب التي حكمت وفشلت في إدارة البلاد. إذن هل من المتوقع سيد شاهو مع تأزم الوضع أكثر أن تعمد الحكومة، حكومة العبادي والميليشيات التابعة لها، إلى فرية ما يسمى الإرهاب؟ بلا شك أن التعامل الأمني قد يؤدي إلى تأزيم الوضع أكثر، ولكن لا يمكن التعويل كثيرا على المظاهرات الجارية، لأننا كما نرى أن هناك دعم دولي للعبادي، وأن الذي أفشل الاستفتاء أفشل مشروع الاستفتاء، وأيضا حارب داعش مع العبادي وهي النظام الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لدعم العبادي لقمع هذه التظاهرات بكل قوة، ولكن أيضا من الممكن للأحزاب الموجودة الآن في العراق تستخدم هذه التظاهرات لتصفية الحسابات فيما بينها، وكما نرى أن هناك معلومات حول هذا الأمر، وبالتالي من الممكن استخدام هذا الأمر إلا إذا خرجت عن السيطرة وكان هناك مطالب حقيقية وقيادة واضحة يقود الجماهير إلى أهداف حقيقية، ويتحول من حراك بسيط أو مظاهرات بسيطة إلى حراك ثوري جماهيري لا يقبل بوجود أي حزب من الأحزاب التي فشلت في إدارة البلاد. الباحث في الشأن العراقي سيد شاهو القرداغي مباشرة من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.